الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأنا شباب مع بعض الحصص السابقة نتكلم عن مخطط الانسياب، وعرفنا يعني إيه مخطط الانسياب، وبدأنا ناخد أمثلة على عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبدأنا ناخد أمثلة على مخططات الانسياب. تعالوا مع بعض النهاردة ناخد مثال جديد على التعامل مع مخطط الانسياب، وناخد مثال كده يوضح يعني ايه مخطط الانسياب. طيب، يقول لي هنا عايزين نعمل برنامج لحل مسألة قراءة وتحديد ما اذا كان العدد موجب او سالب. يعني احنا الوقت عايزين نعمل برنامج لما ادخل رقم معين يبدا يقول لي الرقم ده موجب او سالب. تمام. طيب، انا بالنسبه لي قبل ما اعمل البرنامج، امتى الرقم يكون موجب وامتى الرقم يكون سالب؟ السالب يكون موجب وسالب اذا كان اكبر من الصفر، واذا كان سالب يكون اصغر من الصفر، اقل من الصفر. اذا بدايه كده، لو الرقم اكبر من الصفر يكون موجب، لو اقل من الصفر يكون سالب. طيب لو صفر يساوي طيب، يبقى اذا هنا ايه هي العمليات اللي انا هستعملها في البرنامج بتاعي؟ عمليات المقارنه. تمام. قبل ما ابدا البرنامج بس افكر كده في البرنامج بشكل واقعي. هبدا ادخل رقم معين وابدا اعمل عمليه مقارنه للرقم ده، هل هو اكبر من الصفر ولا اقل من الصفر؟ في حاله اكبر من الصفر يطبع لي ان العدد موجب، وفي حاله ان هو اقل من الصفر يطبع لي ان العدد سالب. تمام. ولو في حاله ان هو الصفر يطبع لي ان العدد مساوي للصفر. طيب، تعالوا مع بعض نبدا نرسم مخطط الانسياب الخاص بالبرنامج ده. قلنا اول حاجه خالص لازم اعملها اللي هي يا شباب بداية. لازم احدد البدايه. احدد البدايه يا شباب، يبقى دي كده البدايه اهيت. ده خطوه البدايه اللي هو عباره عن شكل ايه يا شباب؟ شكل بيضاوي. واكتب فيه البدايه او بالانجليزي اسمها ستارت. بدايه او ستارت. خلاص. طيب، بعد كده بعمل عمليه ادخال. دي عمليه يا شباب ادخال. طيب، ايه اللي ادخله للبرنامج؟ اللي هو العدد. طيب، العدد هرمز له بمتغير او مخزن، واحط فيه واحطه حرف الايه. تمام. طيب، بعد كده هعمل عمليه المعين. عمليه ايه يا شباب؟ المعين قرار. عملية اتخاذ قرار أو مقارنة. صح كده؟ طيب، أنا هقارن إيه بقى؟ هقارن العدد بإيه؟ بالصفر والعدد بالصفر. هقارن العدد اللي أنا داخله بالصفر. في حالة ان هو اكبر من الصفر يعمل ايه؟ موجب. يتبع العدد موجب. يتبع عدد موجب. حلو جدا. يبقى شباب، انا اول حاجة اخدها دلوقتي من الشكل اللي قدامي، ان اتخاذ القرار بيدخل له كم سهم؟ كيف؟ اتخاذ القرار يدخل له سهم واحد ولا اكتر من سهم؟ سهمان ممكن. اكتر سهم. الدخول له سهم واحد. طب ويخرج منه أكثر من سهم أو اثنين أو ثلاثة زي ما أنت عايز، لأن أنت اتخذ قرار ممكن يكون نعم أو لا. تمام. لكن بيدخله سهم واحد، بيخرج منه ممكن إجابة تكون نعم، ممكن إجابة تكون لا. ده سهم وده سهم. تمام. طيب، تاني حاجة اتعلمتها ان انا دلوقتي في اتخاذ القرار بيخرج معايا اجابتين، اجابه بنعم واجابه بلا. طيب، لو الايه او العدد اكبر من الصفر والاجابه كانت نعم، يعمل ايه بقى؟ يطبع العدد موجب. وعملتها داخل ادخال واخراج. والعدد، كلمه العدد موجب وضعتها بين علامة التنصيص. علامة التنصيص. طب ليه وضعت العدد موجب بعلامتين تنصيص؟
ليه ناخدها قاعده كده؟ اي حاجه ما بين علامتين التنصيص في البرمجه تظهر كما هي. يعني انا عايزه لما اقول له ادخل له الرقم 5 او الرقم 10 او الرقم 6 على طول يطلع لي يظهر لي على الشاشه كلمه العدد موجب. في اي حاجه ما بين علامتين التنصيص هتظهر على الشاشه زي ما هي. اكتب اي حاجه من علامتين التنصيص تظهر كما هي. خلاص؟ طيب لو الاي احنا قلنا هنا الشرط الاي اكبر من الصفر، لو نعم اطلع عدد موجب. طيب لو لا اطلع عدد صفر لا. خد بقى سؤال تاني او خد اتخاذ قرار تاني، ايه هو العدد اقل من الصفر؟ العدد اقل من الصفر لو نعم اعمل ايه؟ اطلع العدد سالب. طيب ودخلت ما بين ها خال واخراج والعدد سالب ما بين علامتين تنصيص عشان يظهر كما هو. طيب طيب بعد كده بقى لا هو اكبر من الصفر ولا هو اقل من الصفر، اطبع العدد مساوي للصفر. اطبع العدد مساوي للصفر. طيب لما خلص في الاول خالص وطلع ان العدد اكبر من الصفر وطلعت الاجابه نعم وقلت له اطبع العدد موجب، بعد كده يعمل ايه؟ يطبع النهايه. النهايه صح كده؟ صح. طيب ولما كان العدد اقل من الصفر وطبعا العدد سالب يطبع ويروح للنهايه. طيب ولما كان العدد له موجب وله سالب اصبح يساوي صفر هيطبع ويروح للنهايه. خلاص كل ده هيروح للنهايه، يبقى لازم اعمل علامه ايه؟ التوصيل، فاكرها؟ الوصله. ايوه وفي النهاية الوصلة بتخرج إلى النهاية. يبقى أنا كده عملت برنامج، عملت برنامج يشوف العدد موجب أو يشوف العدد سالب أو يشوف العدد مساوي للصفر. حد فيهم حاجة يا شباب؟ أيوه أيوه يا شباب. واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. عيد تاني. ها عيد تاني ولا واضحة؟ واضحة. واضحة.